بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله غادي نديرو خبزة أو فطيرة محشية بحشوة لذيذة سهلة التحضير للغداء أو للعشاء، غادي تعجبكم بزاف أنا متأكدة. بلا ما نزيد نطول عليكم، نبداو على بركة الله في طريقة التحضير. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد الفطيرة معمرة كتجي سهلة مهلة في التحضير كيف كتشوفوا، بمقادير اقتصاديه متواجده في كل بيت، وعندنا حتى الحشوه غتكون سهله مهله. اول حاجه غادي نبداو مرحله بمرحله. غادي نجيبو اناء، غادي نبدا نصايب وكنقول لكم في المقادير في نفس الوقت. عندنا اناء غادي نحط فيه كاس الماء دافي وكاس ديال الحليب دافي، ملعقة ديال سنيدة أو السكر الخشن، وملعقة ديال الخميرة الفورية، غادي نخلطو الخليط مزيان وغادي نخليه باش يتفاعل ليا. غادي نغطيه أكيد، غادي نخليه واحد 10 دقائق حتى يتفاعل ونتلاقاو من بعد. بعد ما داز تقريبا واحد القسمين كما كتشوفوا تفاعلت ليا ديك الخميره مع العناصر اللي درنا. غادي نبدا نزيد دقيق تقريبا تدريجيا. بالنسبه للدقيق انا هنا عندي 3 ديال الكيسان. بسم الله، وغادي نزيد واحد رشه ملح، ونخلط هاد الفطيره. اكيد نهار غادي تجربوها غادي توليو ديروها بزاف حيت ساهله في التحضير وكتجي حتى بنينه، وتقدروا ديروا فيها بزاف ديال الحشوات. كل مره ديروا حشوه مختلفه على الاخرى. نبقاو نزيدو دقيق وكنخلطوا حتى كتبان ليا صافي صافي وصلت للخليط اولا القوام اللي بغيت. كتجينا خفيفه وكتجي شويه كتلصق. نزيد نخلط، فاش كتقال اكيد غادي نحيد الفوير وغادي ندير غير يديا باش نخلطوا هاد العناصر مع بعضهم. يعني العجينه ديالها سهله بزاف، ما كتحتاج لا دلك لا مجهود لا والو، غير بحال كتجمعي العناصر وصافي. نخلطوا العناصر كيف كتشوفوا معايا حتى كنوصلوا القوام ديال العجين اللي بغينا. بعد ما كنجمعوا العجينه كيف كتشوفوا راها كتلصق، غادي نزيد هاد جوج معالق تقريبا عندي ديال الزبده حتى كنجمعوها. عاد كنبداو نساجمو هاد الزبده مع الخليط. هاد الزبده هي اللي كتخليها لينا رطبه ومتجانسه وخفيفه، اللي ما عندوش مع الزبده يقدر يعوضها بزيت الزيتون، جوج معالق ديال زيت الزيتون حتى هي كتجي واحد النسمه زوينه فيها. غادي نخلطها مزيان، بعد ما صافي نساجمت ليا الزبده مع الخليط كتشوفوه خفيف و تيتلصق، غادي ناخذ واحد القليل من زيت نباتي غادي نديرو في يدي. نحاولوا نجمعوا هاد العجينه، غادي نشكلوها بحال كره
وحتى هاد القاع ديال الاناء فين حاطه انا غادي ندهنو بالزيت حتى هو، وغادي نخليها ترتاح ليا تقريبا واحد نصف ساعه. غادي نغطيها اكيد، نغطيوها بشي حاجه ثقيله، وغادي نخليها جانبا كيف قلت لكم نص ساعه، نتلاقاو بعد ما تخمر ان شاء الله. وبالنسبه للحشوه انا هنا عندي بصله كبيره اللي مقطعه كمربعات، عندي فلفله حمراء، فلفله خضراء تاهي مقطعه مربعات صغيره، خيزو اللي مقطع بهذا الشكل بجراره اللي عرفتوها، والربيع تقريبا عندي ملعقه كبيره. من بعد غادي نزيد عليهم الطون، هادو غادي نديرهم في مقلاه وغادي نحطهم باش يتشحروا ليا. غادي ناخذ مقلاه وغادي ندير فيها زيت نباتي تقريبا واحد ملعقه كبيره، وغادي نزيد لهاد المكونات كاملين. غادي يطيبوا في مره، نديروا البصله والفلفل الحمراء، الفلفله الخضراء، وخيزو، تقدروا تزيدوا حتى القرعه خضراء اولا ليشو حتى هو تحكوه كيجي واحد الطعم زوين. غادي نديروا كلشي فوق النار ونتلاقاو بعد ما يطيبوا. فاش يبدا يتشحر لينا ما نساوش نزيدوا تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره ديال الملح وربع ملعقه صغيره ديال البزار، كتبقى الملحه والبزار على حسب الذوق ديالكم. غادي نخليه يكمل طيابو. بعد ما طابت لينا الحشوه غادي نزيد تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس، وغادي نزيد ملعقه صغيره ديال الهريسه على حسب الذوق ديالكم، تقدروا تزيدوا اكثر. غادي ندير تقريبا واحد ملعقه كبيره صوص صوجا، كتبقى اختياريه. قبل ما نخلط الجميع غادي نزيد الطون اللي خليته بالزيت ديالو اللي كتبن لينا هاد الحشوه. الطون انا درت غير بواطه، غادي ديروا النوع اللي بغيتو. صافي غادي نخلط هاد نخلط الجميع، غادي نخلي الحشوه ديالي تبرد جانبا، غادي نخلطوه مزيان. الحشوه كتبقى كل واحد يدير الحشوه اللي كتعجبو، تقدروا ديروا كفته ولا دجاج الحاجه اللي متوفره، ولا ديروا غير فروماج انواع الجبن. صافي غادي نخليها جانبا ونمشيو نشوفوا العجين ديالنا واش خمرات. بعد ما خمرت لينا العجينه ديالنا كيف كتشوفوا تقريبا دازت واحد نص ساعه، غادي نقسمها، غادي نقسم العجين على جوج. اول حاجه بعدا نفرغوها من الهواء اللي تيكون فيها، وندهنوا يدينا بالزيت باش ما تلصق ليناش العجين في يدينا. صافي غادي ناخذ هذه العجينه ونقسمها على جوج، شوكي كيكون القوام ديالها. غادي نقسمها على كرتان، نقسمها من النص بهذا الشكل، ها هي الكره الاخرى، ها هي. وغادي نوجدوا لاطا اولا صينيه الفرن اللي غادي نبداو المونتاج باش نعمروا الخبيزه ديالنا. غادي نخليهم جانبا نجيب اللاطا فين غنسرح الخبزه ديالي. انا اللاطا درت في هذا الاطار، غادي تدهنوها بالزبده اولا بالزيت، انا من الاحسن ديروا ورق الزبده باش ما تلصقش ليكم. انا درت هذا الاطار غير باش ناخذ عليه العبار. وغادي ناخذ الخبزه بسم الله، وغادي نبدا نسرح حتى
حتى تشد ليا العبار ديال هذا الاطار كامل. بعد ما سرحنا الخبزه ديالنا كيف كتشوفوا غادي نجيب الحشوه باش نحطها فيها. بسم الله غادي نبدا نهز ونوزع الحشوه ديالي، وغادي نخلي دوك الجوانب خاويين باش نلقى فين ندير الخبزه الاخرى ونلاصقهم. غادي نوزعوا هاد الحشوه كامله. هيا كيف كتشوفوا كيف وزعت الحشوه. غادي نجيب العجينه الاخرى اللي حضرتها هنايا وغادي نحطوها فوقها. بعد ما حطينا العجينه الاخرى فوقها غادي نضغطوا بحال هكذا. صافي غادي نحيد هذا الاناء اولا هذا المول، وغادي نبدا نضغط في هذه الجوانب فين كاينه العجينه فوق العجينه، مع العلم ما خليتش الحشوه في هذا الاطراف. غادي نطرقهم عاد من بعد ندخلهم لداخل باش يبان لينا خبزه مقاده. بعد ما كنديروا بحال هكا كنحاولوا ندخلوهم لداخل، كنديروا ايه بحال هكذا العجينه كتكون مرخيه كتجي ساهل لينا باش ندخلوهم هكا لداخل. كنديروا ايه بصباعنا بحال هكذا كندخلوا هاد الاطراف كامله. غادي نبداو دابا في تزيين الخبزه ديالنا. غادي ناخذ زلافه اولا كاس اللي عندي وغادي نجي هنا في الوسط ديال الخبزه وغادي نضغط مزيان بحال هكذا، ومن الاحسن دهنوا هذا دهنوا الكاس من قبل. غادي نجيبو واحد الموس اولا هاد الجراره ديال البيتزا ونبدا في التزيين. حتى هي دهنتها بالزيت اكيد. التزيين كيبقى نتوما الشكل اللي بغيتو، وكنعاودو نضغطو بالصباع ديالنا. ضروري تكون حدانا الزيت وحنا كنديرو بحال هكدا كنضغط. كيجيو دي مورسو زوينين فاش كطيب. كنضغط هكا في البلاصة اللي درت هداك الخطيط. الفران في هاد الوقت راني درتو يسخن، نضغطو ونديرو صباعنا في الزيت باش ما يطلعش من ديك العجينة. نستمر هكذا حتى نكمل. انا خليت واحد شويه ديال المعدنوس غادي نزينو بها من الفوق. غادي نرش هكا رشات خفيفه كيزين لينا هاد الخبيزه. كنرشوه بحال هكذا. باش ما يتقلعش لينا غادي نثبتوه بالبيض. هنا عندي بيضه وزدت عليها واحد القطرات قليله من الخل باش ما يبقاش لينا داك مذاق البيض حاضر. غادي ندهنوها كامله. كيجي المنظر ديالها زوين. غادي نكمل في التزيين. غادي نجيب البافو، تقدروا ديروه ولا ديروا السانوج. غادي نبدا نبين فيه نبين هاد لي مورسو اللي درت هاد التراساج اللي درت. غادي نبينو بهاد البافو. المهم التزيين كيبقى كل واحد والذوق ديالو، تقدروا ديروا الطريقه اللي بغيتو. انا غنزين هاد التراساج اللي درنا.
غادي نزينو بالبافو، وغادي نزينو حتى بالزنجلان اولا السمسم هكذا. ولات كتبان لينا هذيك، كتبان لينا تزين اكثر. وغادي نجيب الزنجلان غادي نرشو هكذا فوق هذا لي مورسو اللي حتى هو كيزين لينا الخبيزه ديالنا وكيعطيها واحد طعم خاص. كيف قلت لكم في هذا الوقت من الاحسن يكون الفران تيسخن باش نحطوا الخبيزه ديالنا طيب. الطياب ديالها عادي، المهم ردوا معاها البال. وغادي نتلاقاو بعد ما طيب ان شاء الله. انا نكمل التزيين، صافي ها هو الشكل ديالها عنقب، ونتلاقاو بعد ما طيب ان شاء الله. هذا هو الشكل الخبيزه ديالنا كي جاتنا، هذا هو الشكل الخبزه ديالنا اللي عامره من الداخل، كيجي المنظر ديالها جميل وغزال. نتمنىكم تجربوها حتى نتوما في ديوركم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى.